يا ابو الكباتن. اهلا ده ايه النور ده كابتن عبد الستار؟ المحله نورت، ربنا يخليك منوره باهلها. ربنا والله ربنا يخليك كابتن. ازيك يا كابتن عبد الستار؟ الحمد لله حبيبي، وحشنا وحشنا كتير يا ابو الكباتن. كل سنه وحضرتك طيب، وانت بالف ساعه وسلامه يا كابتن. اخبارك ايه وصحتك كتير. اخبارها ايه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، منورين المحله. ربنا يخليك يا كابتن. كابتن عبد الستار علي واحد من نجوم المحله العظماء، وكمان يعني احد رموز التحكيم، كمان من اللي لمعه في مجال التحكيم، وكان لاعب او حارس مرمى عظيم جدا. جينا لك هنا بقى في بيتك، يعني في استاد غزل المحله، الاستاد التاريخي اللي شهد يعني على بطولات الجيل العظيم. الله يكرمك يا كابتن اسامه، وشرف للمحله كلها، وشرف لنادي غزل المحله، وشرف ليا شخصيا مع انسان جميل، انسان محترم، انسان ساب ذكرى طيبه، كابتن اسامه حسني. ربنا يخليك يا كابتن. ويعني كل اللي انا اقدر اقوله ان النادي الاهلي هو الاخ الاكبر لغزل المحله، والاكبر في افريقيا، وشرف لينا في كل حته كنا بنروحها في افريقيا او في اي دوله. يقول لك اهلي كلب، اهلي كلب. فديت حاجه يعني جميله. حضرتك لعبته بقى في افريقيا، طبعا هنتكلم عن الفتره التاريخيه في السبعينات للمحله، وفي حاجه جميله كمان يعني قبل ما الذاكره تضيعها. احنا اول ماتش لينا في افريقيا كان مع الهلال السوداني في مدرمان خرطوم، والاستاذ محمد حبيب رحمه الله عليه رئيس النادي التاريخي لنادي غزل المحله، واللي احنا كلنا ابنائه، كلم سيادة الفريق مرتجي رئيس النادي الاهلي رحمه الله عليه في الوقت ده، وقال له يا سيادة الفريق احنا هنلعب على الاضواء في مدرمان، وعايزين نمرن العيال تمرينة ولا حاجة على ملعب الأهلي، في ملعب مختار التتش. في ملعب مختار التتش. قال له يا محمد بيه تعالوا، وثلاث تمارين كمان، مش تمرينة واحدة، مش تمرينة واحدة. النادي الأهلي فتح لكم ملعبه علشان تتمرنوا فيه. أنا عشتها استعدادا للهلال السوداني. رحنا بقى النادي الأهلي رحمة الله عليه، كابتن الكبير كابتن مصر كابتن صالح سليم كان مدير الكورة. استقبلكم استقبال أي رائع. استقبال. وبعدين خلاص داخلين نلبس، لقيناه بيقول للمهندس المسؤول عن الارض، قال له نسم لي الارض. نسم الارض بالله، بله خفيفه كده. احنا ايه ده، هم لغوا التمرين ولا ايه؟ بالنسبه لينا مش معلومه، مش متعودين على الحاجات دي. احنا متعودين على ملعب غزل المحله ده يترش قبل الماتش بيوم، لان الارض هنا الارض هنا طينيه اصلا مطريه. والله يدي له الصحه، كنا بنلعب جريشه يوم اعتزال ماتش السياجي هنا في 79. قال له يا السياجي حد يبطل وهو في يلعب في المحله ده؟ الارض دي الواحد بينام عليها بيروح في النوم. حقيقه عمرنا ما صبنا في غزل المحله. لما نسم بقى نسم صالح سليم الملعب، ونزلنا لقينا الفرق. لقينا الفرق طبعا، احنا نازلين اول ما نزلنا بقى كلاعيبه بنشوف الملعب. طبعا الملعب كان ناشف شويه بتاع النادي الاهلي، كان يعني بالنسبه لملعب غزل المحله في الوقت ده يقولوا عليه يعني يابس شويه، الوقعه بتاع ويره. حتى بعدها بقول للاكرامي، انت اكرامي المفروض تبطل كوره بعد سنتين ثلاثه في الملعب ده. الملعب كان ناشف. قال لي يعني انت بتحسد بتحسدين عشان يعني ملعبكم كويس. الواحد اما كان يجي منتخب مصر يا كابتن حسني يتمرن، مش عايزين يطلعوا الملعب.